السلام عليكم ورحمة الله. طلاب صف الثالث متوسط لمتوسطة الأكنان الأهلية البنين. درسنا اليوم هو lesson 4 of unit 1. The topic of this lesson is given reasons, إعطاء الأسباب. هنالك صيغتين لإعطاء الأسباب، هي الأولى عبارة to help you to، والثانية so that you can. يأتي بعد هاتين العبارتين فعل مجردين، عندي المودلز يأتي بعدهم فعل مجرد، والpreposition to أيضا يأتي بعدها فعل مجرد. Notice the following examples. The first one, there are disc brakes to help you to stop quickly. لاحظ هنالك مكابح أوكي بالسيارة لتساعدك to help you stop quickly أو to help you to stop quickly، تتوقف بسرعة. لاحظ بعد عبارة to help you يجيني infinitive verb. طبعا مهم جدا حفظ هاتين العبارتين، لأن ممكن تأتي في سؤال الفراغات وأنت تكملها. The second one, there are clear instructions أو clear instructions so you can put it up easily. لاحظ بعد ال so you can، بعد المودل كان يجيني infinitive verb. عندي ملاحظة، نلاحظ من خلال الأمثلة على أنه عبارة so you can تأتي بعد الفارزة، يعني إذا خلي لك فارزة وممكن يخلي لك to help you to، و so you can between two brackets as choices، تختار so you can، لأن to help you to ما تجيني قبلها كوما. ملاحظة أخرى، قد يأتي مع العبارة so you الفعل ناقص will، أي المودل will، وليس كان في حالتي الإثبات والنفي. Notice this example. It is easy to put up. So you won't، يعني it's the abbreviation of will not، waste time. It is easy to put up, so you won't waste time. ملاحظة، قد يأتي بجملتين منفصلتين ويطلب ربط هذه الجمل باستخدام العبارتين على، يعني so you can will to help you. Notice these examples. Cars have GPS. Dot. Another sentence. Get lost. Give a reason. So can. يعطيك بين قوسين give a reason، أعطي سبب، استخدم so can. تحلها بصيغة كاملة. لاحظ نزل الجملة الأولى مثل ما هي cars have GPS. بما أنه عندي العبارة so can، إذن أخلي الكوما وأكتب so that you can't أو can حسب طبعا معنى الجملة. get lost الجملة الثانية، إذن cars have GPS so that you can't get lost. السيارات تحتوي global position system، وبذلك أنت لا تتيه، يعني متيه الطريق، استخدمنا عبارة so that you can. Another one, phones have network. The second sentence, search about everything. Join ممكن يقول لك give a reason، أعطي سبب، أو يقول لك join أربط. Use to help أو help you، يعني ما يعطيك العبارة كاملة، اللي عليك أنت تكتبها. تنزل الجملة الأولى مثل ما هي phones have network، تنزل العبارة أو عبارة السبب اللي معطيك إياها to help you، وتنزل لي الجملة الثانية search about everything.